السيدات الرائدات بأعمالهم وبأفكارهم ممكن يبلشوا بفكرة بسيطة وهي الفكرة تتطور وممكن بيتهم يصبح مشغلهم ويقدر يشتغلوا فيه ويوزعوا منتجاتهم على الأسواق. اليوم رائدة أبو الهيجة موجودة معنا اليوم ومعاها أشياء الصراحة ريحتهم تاخذ العقل، قادرة أشمها وإنه إحنا موجودين هون بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك يا رائدة. يا أهلا فيك. كيف صحتك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. رائدة احكي لي، يعني أنا دائما بحب السيدات اللي بيكون عندهم هيك أفكار مميزة وأشياء بيطلعوا منها، ففكرة الصابون والكريمات كيف بلشتي فيها أصلاً؟ يعني كيف خطرت في بالك؟ أول شيء حابة أرحب فيك استرندا وفي المشاهدين وشكراً كثير على الاستضافة. نورتينا حبيبتي. في البداية كانت يعني عندي أنا شخصي يعني كنت دائماً ألجأ لأي حل بمشكلة مشاكل بشرتي، ألجأ للأشياء الطبيعية. أنت لحالك هيك؟ لحالي في البيت. أوكي. فكنت ألاقي نتائج كتير حلوة، فبعد هيك من هون أجت الفكرة أنه ليه ما أطور من نفسي وأتطور يعني بهذا المجال وأقدر أفيد الناس اللي حوالي والمحيط. فمن 9 سنين أخذت دورة عند دكتورة روسية في هذا المجال والحمد لله لقيت يعني له صدى وبلشت أطور شوي. وعلى فكرة رائدة إحنا عم نشوف هلأ كل الشركات العالمية وكل التركيز عم بيكون على المواد الطبيعية. الواحد عم بيبعد عن المواد الكيميائية والأشياء اللي يمكن تكون مضرة للبشرة ومضرة للشعر. بالضبط. هلأ صار الكل يلجأ للأشياء الطبيعية لأنه يعني الأشياء الكيماوية كلها يعني ورجعنا للأشياء البسيطة اللي يمكن أهلينا كانوا يستخدموها. بالزبط. اللي هي العسل والشوفان واللبن والماسكات، هاي كنا دائما نسمع عنها من إحنا صغار. فهلا العسل الطبيعي، هاي كلها الاشياء يعني كلها من الطبيعه وهون الواحد يعني باخذ الفائده منها. طيب خلينا نبلش ونشوف الصوابين. هلا انتاج الصوابين وين تنتجيهم؟ بالمنزل؟ قبل المنزل. هو اول شيء انا صراحه بلشت في الكريم. اوكي خلينا نبلش بالكريمات. اوكي من بداياتي بلشت في كريمي، لقيت انه يعني في كثير فائده استفدت يعني انا على مستوى انا وعائلتي ومحيطي. فطورت عند اخذت الدوره عند الدكتوره الروسيه وبعد هيك صرت اطور شوي شوي واعمل ابحاث عن الزيوت والاشياء الجديده. يعني بتدرسيهم دراسه خلينا نحكي كل الاشياء لانه كل بشره بتختلف عن غيرها. بالضبط. لقيت انه يعني في نتائج كثير حلوه وفي له علاجات كثير، يعني هو عباره عن صيدليه بالبيت يعني بيعالج التسلخات عند الاطفال والكبار والصغار. حسب ايش الخليط مثلا اللي بيكون موجود؟ كل كريم غير عن الثاني؟ طبعا. اوكي. هون انت حاطه مرطب ومعالج للبشره بزبده الشيا وشمع العسل ومجموعه زيوت طبيعيه. يعني احنا بنعرف قديش الشيا او زبده الشيا قديش لها فوائد وعم نسمع عنها بشكل كثير كبير. بالزبط. طيب فهذا بس ترطيب عادي صح؟ هو ترطيب معالج للتشقق القدمين، المناطق الناشفة خلينا نحكي. للحروق السطحية بيعالجها، خلينا نحكي الأمراض يعني الأشياء الجلدية. ما بتصدق ريحتها قد ايه حلوة، يعني في ناس بيكون عندهم جفاف زيادة بالجلد فممكن هذا الشيء كثير مفيد يعني. اوكي وهذا كمان برضه نفس الشيء صح؟ لا هذا مزيل عرق، هو ديودرين برضه كلها أشياء طبيعية. يعني بتضاين ل 24 ساعة. أوكي. وبتشتغل كمان على تفتيح المنطقة هاي وكلها. طبعا. كمان مواد طبيعية للناس اللي عندهم مثلا جلد غامق بهاي المنطقة أو شيء بفتحها. أوكي خلينا يعني معناته أنت بلشتي مع الكريمات. وكنت عم تعملي تجارب بتشوفي أنه هذا بزبط هذا ما بزبط. أوكي يعني بعدين أجت الفكرة أنه ليه ما أعمل إشي قبل المكياج الكريم، أنه يكون في إشي تنظيف للبشرة ويكون برضه ضمن الشيء اللي انا بعمله كله طبيعي. اوكي. فاخذت دوره بالصوابين الجريسالين الخام الطبيعي الطبي. حلو. وصرت اضيف عليه اضافات طبيعيه من البيت زي القهوه المطحونه. خلينا نمشي فيهم واحده واحده. هاي يعني من لونها اظن مبين، هاي صابون جليسرين فيه زيت وقرفه وكمان ريحته جد بتشموا ريحه القهوه فيه قديش ريحته الفا صابون الفا يعني لا ريحته قويه كثير وحلوه كثير.
بدخل فيه زيوت، وهذا شوفان بالشوفان برضو لتفتيح البشرة ولتقشيرها. اليوم شادين حيلكم على الشوفان، مشينا سوق الشوفان اليوم. يعني هذا الشوفان حتى عم بيستخدموه للبشرة؟ أكيد. ليه؟ نتائج كتير حلوة جد. مثلا يعني هلأ إذا شخص بيستخدم يعني هاي الصابونة، هو الصابونة أصلا سخامة الجريسالين هي بتشتغل على ترطيب البشرة، صح؟ مع الشوفان بيعمل على تفتيح البشرة، بيعمل على تقشيرها، شد البشرة يعني. على فكرة يا رائد، أنا بدي أحكي شغلة مهمة. كمان إحدى الضيفات اللي كانوا معي مرة قبل أعطتني نوع من أنواع الصوابين وقالت لي استعمليها وشوفي، إنه استعملها بس إنه غسيل الإيدين. إحنا بنعرف ميتنا شوي بتنشف البشرة، بتحسي دائما لازم ترطبي وتحطي كريم. أنا دائما معي كريم بالشنطة، لكن هاي الصابونة حسيت زي ما قلتي لأنها صابونة جليسرين ما بتحتاجي أي مرة رطب من بعدها. هي أصلاً فيها مادة الترطيب، هي فيها الترطيب منها وفيها مضيعة. طيب هاي إيش فيها؟ هاي صابونة حمام فيها الليف الطبيعي، برضو نرجع حتى بالليف للأشياء الطبيعية. هاي ليفة طبيعية؟ أوف. موجودة بقلب موجودة بقلب الصابونة نفسها. الصابونة فهي هاي 2-in-1 يعني فيها ليفة وفيها صابونة. أوكي. وماء الورد وزيت الجوز الهند. ما بتصدق ريحتهم قد إيه حلوة. طيب الأشياء هون في كمان زي قطع صغيرة، إيش هاي؟ هاي بحصل البان. حصل بان. أوكي خليكم بس تشوفوها. نعيد كمان مرة إيش فيها مكونات. فيها حصل بان، زيت جوز الهند وحصل بان وماء الورد. طب من وين تحصلي عليهم؟ زبدة الشيا والزيت الكوكونات أويل هي يعني متواجد بكل العطارين خلينا نحكي. وأحيانا يعني شركات. طب في حدا بيساعدك بالبيت يا رائدة بهذا؟ لا كله لحالك. وقديش طب إنتاج هاي اللي بياخد وقت منك وبياخد جهد منك؟ يعني بياخد، هو شوفي أنا يعني كل قطعة بشتغلها بحب، يعني أنا بحب هذا المجال. فبتلاقيني كل قطعة بشتغلها بعطيها الحب وبعطيها طاقة الحب، وبحب هذا الإشي. ما أحلى جد. بستمتع يعني وأنا بشتغل فيه. شوفي الابتسامة على وجهك لحالها. شوفي بقولوا كل واحد له أي إشي بيعمله بغذي روحه وبيرتاح وهو عم يعمل هذا الإشي. لما تحبي إشي بتشتغليه بحب. مظبوط. فبتنسي الساعات، يعني ما بتفرق معك كم ساعة وشو التعب اللي جد. ما بتعرفي هلا كم ساعة بتشتغلي فيها. ما بتحسي. وهذا شغلك الرئيسي رائدة؟ يعني هو الشغل الأساسي اللي عم تشتغلي عليه. طيب هلا هاي هاي هيك مبينة أكثر. بالرز المطحون. وطبعا زيوت تانية فيه. رز مطحون؟ الرز له كمان فوائد للبشرة كثير، ما بتتخيل قديش. يعني بيشتغل على تفتيح البشرة، على شدها، بشيل التجاعيد، بالإضافة لمادة الجريسالين المرطبة. يعني والله نادي هلا عم تقول لي إنه حتى مية الرز مفيدة كتير للبشرة. لها مجالات كتيرة حتى للشعر. مية الرز كتير كويسة. هلا أنا زيوت تعودنا على موضوع الزيوت. بنسمع زيت الأرغان وزيت البصرشو قديش مفيد للشعر. وخاصة للي شعرهم لونه غامق، لأنه أنا من الأشخاص استخدمت الزيوت وشعري فاتح غمق كتير على الزيوت. فبس للبشرة الرز هاي أول مرة بسمعها صراحة. لا كتير كويس، كتير مفيد. ويعني لقيت في استجابة لهذا الإشي وصدى. بقولوا له مية النقع تحت الرز ما نكبها. لا أكيد، يعني مش معقول. كمان يعني إلها استخدامات معينة يا جماعة. هلأ يعني جد أنه عم بيحكوا قديش مفيدة وقديش فيها أشياء مهمة للبشرة وغيرها. عموما في عندك قهوة كمان. القهوة فيها مادة الكولاجين وبتشتغل على تقشير البشرة وتفتيحها. القهوة أنا بعرف كتير حتى بيعملوا سكرب أو تقشير للجلد من القهوة. بعرف القهوة الخام حتى يعني بتنعمل منها ماسك كتير حلو، تعطيكي نتائج. طبعا دائما إحنا بنقول استشارة الطبيب، كل واحد يعرف إيش الإشي المناسب لبشرته. أكيد. يعني مثلا إذا واحد بشرته دهنية أو بشرته مختلطة، مش كل إشي رح يزبط عليها. بالزبط. صح؟ بشرة لبشرة بفرق. وكل بشرة بس عموما يعني هاي الأشياء
ما يعني يعني احنا بنعطيكي لكل البشره المختلطه والحساسه الاشياء العامه خلينا العموم انواع البشره. انا صراحه رائده بدي اشوف بعض التعليقات اللي عم توصلنا. نور بني عيسى وعصام زيود والبراء بشكركم كثير، وام المنذر وحسين السويتي كلهم عم بتواصلوا معنا وعم بيحكوا لك على الاشياء، بيقولوا لك يعطيك الف عافيه. فاحنا كمان بنشكركم على المتابعه، يعني بتقول لك يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا ربي. في كمان برضو هذا للكريم لتشققات الشفاء ولجفافها وبعطي هيك لون وردي شوي. طب هلا برضو عم بيسالوني كيف ممكن يتواصلوا معك او كيف ممكن يحصلوا على المنتجات تاعونك؟ في لك صفحه على فيسبوك او شيء بقدر يتواصل معك؟ والله ان شاء الله ناويه، يعني ناويه لا لازم. اليوم عندنا بازار في مركز الست احلام ان شاء الله كمان يعني الدعوة عامة. احنا شوفي احنا بنعرف قديش البازارات فادوا عدد كبير من السيدات، وعم نشوف قديش صار يعني مشاريعهم تتوسع من البازارات. ما بتصدق موقع التواصل الاجتماعي قديش بدي اشدد لك على هذا الموضوع، قد ايه ممكن يفيدوكي ويكونوا فرصة لك وباب ونافذة جديدة مش بس للأردن وخارج الأردن كمان. واحنا دائما بنحب السيدات الرائدات اللي مثلك، اسم على مسمى يا رائدة. تسلمي، شكرا كثير، يعطيكي ألف عافية. وأم عدي بتقول لك يعطيك العافية وخليل كمان. الله يعافيكم يا ربي، شكرا كثير. كل الشكر لك. كانت معنا رائدة أبو الهيجة وشفنا المشغولات اليدوية والصوابين والكريمات اللي بتقوم فيها. رح ناخذ فاصل ونكمل معكم ما تبقى من يوم جديد.